نبدأ بها الجزء الثالث من برنامج يوم سعيد. تحية متجددة لكافة مستمعينا الكرام. الموعد يتواصل للتسعة متاع الصباح. اليوم في متابعاتنا بالضرورة باش نسلطوا الأضواء على الشقيقة ليبيا. ديما نسأل الله السلامة للجميع ونقولوا يا رب إن شاء الله يقدر الخير لأشقائنا في ليبيا. متابعة للموضوع بالتفاصيل وفي متابعة زادة للمستجدات في المستجدات الوضع في الشقيقة ليبيا. نستقبل معنا سي سنوسي إسماعيل الصحفي. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك كوثر وبكل السادة المستمعين. مرحبا بك سي سنوسي. آخر المستجدات، عين على ليبيا، شنو الأوضاع اليوم؟ الأوضاع الحقيقة نكبة كبيرة جدا، لم تكن الحقيقة متوقعة أن تكون بهذا الحجم. عادة ليبيا تهطل فيها أمطار أحيانا وتسيل وديان و تحدث فيضانات، ولكن يعني الإصابات نستطيع أن نقول أنها لا تكون كبيرة، ويكون هناك يعني بعض الخسائر المادية البسيطة وهذا اعتدنا عليه. والحقيقة لم يكن أحد من في ليبيا يتصور بأن هذه العاصفة دانيال التي يعني ضربت مدن شرق البلاد، مدن برقة بالأخص مدينة درنة، طبعا كل هناك مدن أخرى البيضة وسوسة وكذلك مدينة ساكنس والمرج وحتى بنغازي، يعني وكل المدن الشرق تقريبا يعني أصيبت بطريقة أو بأخرى، ولكن طبعا النكبة الكبيرة حصلت في مدينة درنة بسبب قوة العاصفة، و يعني المياه كانت كميات كبيرة جدا أدت إلى انهيار السد الكبير في المدينة والذي أغرق غرب المدينة وحولها إلى مدينة أشباح. كل السكان الذين كانوا موجودين يعني إلا من نجا منهم بعجوبة، الباقي كلهم يعني قذفت بهم المياه إلى البحر يعني. فلهذا كارثة كبيرة حقيقية، وليبيا تنتظر الحقيقة. طبعا بصراحة هناك يعني محاولات من الليبيين أنفسهم سواء كان على المستوى الرسمي أو الشعبي لدعم مدينة درنة ودعم المدن الأخرى، ولكن هناك حاجة ماسة بكل تأكيد إلى كل المساعدات الدولية من المدن الشقيقة سواء كانت بالخبرات أو بالإمكانيات المادية والبشرية يعني الإنقاذ البحري والإنقاذ الجوي وكل شيء ما يتعلق بالجوانب الصحية والطبية وغيرها. لذلك المصيبة كبيرة جدا، ولازلنا الحقيقة نعيش تحت تأثير هذه يعني الصدمة التي حصلت لنا بعد تكشف هذه الكارثة، خاصة أن المدينة انقطعت بها السبل وانقطعت عنها اللي هي مدينة درنة، انقطعت عنها كل وسائل التواصل، وعاش سكان المدينة ساعات في هذه الكارثة دون أن الحقيقة حتى أن يسمع بهم أو يعلم ما الذي يحدث في المدينة من هو من خارجها. لهنا معناها نفهم سي سنوسي ما كانش فما الوقت ملائم للتدارك، هي ربما كمية الأمطار كانت مباغتة بشكل كبير وفي شكل وزمن معناها وجيز، كانت الكمية كبيرة جدا. لهنا ربما التدارك، محاولة إجلاء السكان، هل ما كانتش في موعدها؟ شنو هي الخلل اللي صار ربما؟ هو الخلل كوثر كبير جدا في ليبيا. اولا وجود يعني عدم وجود بنيه تحتيه جيده يعني بامكانها ان تتصدى لمثل هذه الكوارث، وايضا عدم وجود ربما قطاع للطوارئ يكون يعني في مستوى مثل هذه الاحداث يتوقعها ويسارع بالتعامل معها، هذا غير موجود في ليبيا. والسبب في ذلك يعني معلوم بانه من ضمن الفساد الموجود والانقسام وتضعضع مؤسسات الدولة الليبية وإلى آخره، هذه كلها مشاكل يعني سنعالجها فيما بعد أو نفكر في علاجها فيما بعد، ولكن الآن نحن نعيش تحت وقع هذه الكارثة التي حلت بأهلنا في مدينة درنة وفي المدن الأخرى في مدينة في إقليم برقة، وبالتالي هذه الكارثة الحقيقة كانت يعني صادمة وسريعة ويعني ويعني انهيار السد بالذات يعني كان حصل انهيار السد بعد ان نستطيع ان نقول ان اولا كان هناك فيضانات عبر الوديان، وكان هذا امر ربما
شبه عادي يعني أن تحدث فيضانات، وكانت هناك بنية تحتية موجودة منذ السبعينات، يعني قنوات تصريف المياه وإلى آخره والسدود الموجودة، يعني كان هناك ربما أن الأمر اعتيادي والسكان لم يعني يأتيهم إنذار أن هناك احتمال لانفجار السد وإلى آخره، وهذه أيضا من كما ذكرت لك من المشاكل الموجودة، فإننا لا يوجد عندنا قطاع طوارئ يتوقع هذه المشاكل. وبالتالي حينما انفجر السد في الساعة الأولى من الفجر بالأمس البارحة، فالحقيقة يعني المياه مباشرة اتجهت إلى الشرق أو إلى غرب، أقصد لأن مدينة درنا تنقسم إلى يعني منطقة شرقية وغربية. المنطقة الغربية هي التي تعرضت لهذه الكارثة الكبيرة، وأحياء بالكامل اختفت ويعني عائلات بالكامل. بالأمس تم لنقل دفن جماعي لأكثر من 300 جثمان تم استخراجها، ويوجد 7000 تقريبا، في حدود 7000 من المفقودين، لا يعلم أين هم مكانهم حاليا، إن كانوا أحياء أو كانوا يعني أموات في هذه الكارثة. طيب لهنا في تحيين للأرقام، كنت تسمح كبير جدا، فما تحيين رسمي للأرقام؟ هناك بعض الأرقام التي تشير إلى معناها إنه الوفيات وصلت ل 2800 وغيره من الأرقام، يعني حتى المفقودين بالآلاف. عندك الأرقام سيد سنوسي؟ الأرقام التي أعلن عنها أمس عن طريق ربما الهلال الأحمر في بنغازي، 20,000 من النازحين و 7,000 مفقودين، ويعني الجثامين التي تم استخراجها فاقت 300 فقط، هؤلاء الذين تمكن يعني الأهالي من دفنهم، ويتوقع أن يصل عدد القتلى إلى أكثر من 2000 يعني. هذه التوقعات، ولكن ربما يكون الأمر مرشح ل أن تكون أن يكون أكبر من ذلك بكثير، لأن زي ما قلت لك يعني لا يوجد في ليبيا استعدادات لمثل هذه الكارثة، ولذلك نحن الآن في انتظار إعلان الأرقام من خلال السلطات الموجودة في المنطقة الشرقية، وهي طبعا حكومة البرلمان الموجودة في بنغازي، وربما يكون هناك يعني أنا أتوقع أن يكون رقم صادم جدا، لأن يعني بصراحة الصور كشفت عن يعني مصيبة كارثة كبيرة جدا طبيعية غير مسبوقة في ليبيا، لأن ليبيا في تاريخها لا يوجد كوارث طبيعية إلا كارثة واحدة حصلت في الستينات، كانت تسمى زلزال مدينة المرج، وكان القتلى في ذلك الوقت عددهم 268. هذه كانت الطبيعية الوحيدة، وبالتالي البلاد الحقيقة ليست متعودة على الكوارث الطبيعية ولا هي مستعدة لها، وطبعا إضافة إلى الظروف التي تعيشها ليبيا حاليا، وبالتالي يعني نقول أن السكان كان الله معهم، وأيضا نتوقع أن وبالفعل هبت مساعدات يعني من جميع مناطق ليبيا إلى 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 درنا وإلى مناطق المدن المنكوبة، وهناك أيضا يعني دول أعلنت عن استعدادها لإرسال مساعدات، من ضمنها طبعا الشقيقة تونس وكذلك الجزائر ومصر والإمارات وقطر وتركيا، والولايات المتحدة أيضا يعني أعلنت عبر سفارتها لأنها تقيم الأوضاع، وأن الولايات المتحدة سوف يعني تقوم بمساعدة الليبيين. وإحنا نقول ديما نسأل الله اللطف والسلامة للجميع. نشكرك في كل مرة سيد سنوسي إسماعيل لتلبية الدعوة، إن شاء الله يا ربي باللطف لكم. طبعا كما أشرت هي تونس أعربت عن تضامنها المطلق مع الشعب الليبي، ولهنا كان سيد رئيس الجمهورية قيس سعيد أذن بالتنسيق العاجل مع السلطات الليبية ليقع تقديم يد العون لتجاوز المحنة هذه من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا من أجل المساهمة في مواجهة أثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى. يقعد ونبقى على اتصال ومتابعة سيد سنوسية.
ومن خلال هذا المنبر أتوجه بالشكر إلى السيد الرئيس الجمهورية التونسية السيد قيس بن سعيد، وكذلك الحكومة التونسية والشعب التونسي الشقيق. وهذا طبعا ليس بغريب أن تقف تونس إلى جانب ليبيا في محنتها. واضح، شكرا جزيلا لك مرة أخرى الصحفي الليبي السيد سنوسي إسماعيل. ما زالت متابعتنا متواصلة في برنامجنا، بعد شوية باش نحكيو على المساعدات الاجتماعية اللي رصدت